أكيد واضح، لأن التوافق مبني على أساس أن الشرعية الدولية وسيادة الدول، وهذا من مبادئ أهم مبادئ الأمم المتحدة. التوافق أيضا في كل قوانين ولوائح وقرارات لوائح الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على ضرورة احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا مرتبط ارتباطا كبيرا ويتوافق مع الأمم المتحدة فيما يخص الصحراء الغربية. ولا ننسى أيضا في مجال القضية الفلسطينية وما شابه، فالجزائر دائما عملت في إطار الشرعية الدولية وتساند القضايا الدولية، ومبادئها واضحة أنها تعترف بمصالح الدول الأخرى وتحترمها كما رأينا في منطقتنا المغاربية. صحيح. وكل هذا شهادة أو يتماشى ويتوافق مع القوانين الدولية والأمم المتحدة بشكل عام وخاص. صحيح. طيب دكتور، بالعودة للحديث عن القضية الصحراوية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، الإشادة بدور الجزائر إقليميا، الدور الدبلوماسي بالتحديد، هل يعني أن هناك توافق ما بين الجمعية العامة للأمم المتحدة والجزائر فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وهل ستكون في خطوات أخرى في هذا السياق؟ بالنسبة للشق الأخير من السؤال، هل هناك خطوات جديدة؟ احتمال أن تعيين المبعوث الخاص للأمم المتحدة دي ماسترو إشارة لوجود تحرك دبلوماسي لحل لدور أو إعادة تفعيل دور الأمم المتحدة. صحيح. بالنسبة لموقف الجزائر وتوافقه مع الأمم المتحدة، هذا واضح. نعم. الأمم المتحدة تدعو من خلال مبادئها ومواقفها لحل القضية الصحراوية عن طريق تقرير المصير، وهذا واضح جدا. لذلك ليس هناك اختلاف، بل المشكلة في تطبيق هذا القرار. صحيح. واتخاذ إجراءات، خاصة في ظل تعنت الجانب المغربي دكتور. وهنا المشكل الأساسي أن القرار المغربي باعتبار الصحراء الغربية قرار داخلي، ووضعت آليات لفرض قرارات أو مواقف لا تتماشى مع القانون الدولي ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. هذه القرارات لا تخدم مصالح الأمم المتحدة، لا تخدم السلام، وهي التي أوصلتنا إلى المشكلة أو الأزمة التي نعاني منها اليوم. في رأيك دكتور، هل يصبح النظام المغربي ونظام المخزن بالتحديد أكثر عزلة عن المجتمع الدولي في ظل هذه القرارات والتصرفات الفردية التي قام بها تجاه القضية الصحراوية وحتى القضية الفلسطينية مؤخرا؟ واضح جدا، والدلائل هنا تثبت نفسها. لنأخذ مثلا العلاقات الأمريكية المغربية، وخاصة لما ننظر إلى جماعات الضغط أو المجهودات الكبيرة التي بذلتها المغرب لإقناع نواب في الكونغرس وكذلك الرأي العام الأمريكي. هذه المجهودات أثبتت فشلها، بحكم أن حتى المغرب اعترفت بذلك عندما قامت بإقالة أحد شركات اللوبيات التي كانت قد تعاقدت معها بحجة أنها لم تستطع أن تقنع الرأي العام الأمريكي باعتراف الرئيس دونالد ترامب بضم الصحراء الغربية للمغرب. ورأينا في المقابل مجموعة كبيرة ومن السناتورات في الكونغرس الذين دافعوا على القضية الصحراوية على المج-
على المجال الآخر، عندما ننظر إلى العلاقات أو الأزمة التي تعاني بها المغرب اليوم مع إسبانيا وألمانيا سابقاً ومع الجزائر، فهذه كلها نتيجة واضحة على فشل هذا الدور الدبلوماسي والتحرك العدائي ضد الجزائر. هل بإمكاننا القول أن خسائر الدبلوماسية المغربية مؤخراً كانت أكبر من فوائدها نتيجة هذه القرارات، على اعتبار أنها خسرت العديد من الشركاء؟ نعم، وهذا ربما الذي رأيناه في ما كتبته هذا في موقع الجريدة الدبلوماتيك حول إعادة المغرب في النظر إلى علاقاتها مع الدول بمحاولة إصلاح صورتها بإعطاء مثلا تقديم اقتراح أو قولها دوما أنها تريد أن تفتح العلاقات مع الجزائر وأنها تريد أن تفاوض، واليوم محاولة حل الأزمة مع إسبانيا. كل هذه محاولة أخيرة تفرض على الواقع، فرضت على المغرب بحكم ما قامت به، ولكن تبتعد جذريا على التطرق لجوهر الموضوع، وهو أولا الصحراء الغربية، وثانيا أن العلاقات الجزائرية المغربية من الجانب الجزائري أو الجزائر لا تنظر لها أنها علاقات عدائية، وإنما علاقات أخوية يجب العمل إطارها، وربما في إطار الاتحاد المغاربي. فالواقع دكتور، لو ننتقل للحديث عن نقطة أخرى، نتحدث عن الملف الليبي اللي هو ملف محوري وعنده تبعات على الأمن القومي على كل دول المنطقة، على دول الساحل كذلك. كان فيه إشادة بمواقف الجزائر اللي بقيت ثابتة رغم كل التغيرات التي حصلت في مواقف بعض الدول، فيه انتخابات مزمع تنظيمها آخر السنة، في المقابل فيه أصوات نادت أو تحاول أن تخلق نوع من البلبلة للتأثير على هذه الانتخابات. في رأيك أي دور ممكن أن تلعب الأمم المتحدة في ترسيم هذه الانتخابات وفي النأي بنفسها عن مثل هكذا صراعات، طبعا وباعتبار الجزائر شريك مهم في هذه الخطوات؟ الأمم المتحدة لها دور كبير، لكن المشكلة في رأيي الشخصي هو أنه تدويل القضية الليبية يأتي بخسائر، وخاصة إذا أبعد الدور العربي الفعال، ولا أقصد به الدول العربية التي تعمل في إطار المشروع الصهيوني وفي إطار مشاريع خاصة تخدم مصالحها الوطنية. فالدور رغم هذا دور الأمم المتحدة يبقى دور فعال، لكن لحد ويجب في هذا المجال أن تخلق آلية للوصول إلى حل يتماشى مع المصالحة الوطنية، وهذا دور الجزائر في هذا المجال، والابتعاد وبالأخص وجد آلية لإبعاد التدخلات الخارجية، لأنه لحد الآن ما رأيناه رغم أن هناك آلية وهناك قناعة بأن الانتخابات في ديسمبر مهمة جدا وهي خطوة أولى لإعادة الاستقرار لليبيا، لكن نلاحظ أن هناك دول وجهات معينة تحاول الابتعاد أو عدم الدخول في الإيمان أو تطبيق ما العمل في إطار هذا المشروع. فدور الأمم المتحدة عند طريق قراراتها وتطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الأمن مهمة جدا، وهو يعطي الشرعية الدولية لحل ليبي يستهدف المصالح الوطنية ويخدم المنطقة المغاربية. نعم، كسؤال آخر وأخير، كان في إشادة من وزير الشؤون الخارجية الإيراني بدور الجزائر في عديد الملفات. احنا عارفين أنه العالم في كفة وإيران في كفة، وفيه الكثير من المشاكل التي تعانيها إيران مع المجتمع الدولي. هل ستكون الجزائر نقطة عبور أو نقطة تواصل وحوار مستقبلا ما بين إيران والمجتمع الدولي في رأيك؟ يعني
تاريخيا الجزائر لعبت دور كبير في حل الأزمة التي كانت في نهاية في 1980 عندما اختطاف الرهائن الأمريكيين. صحيح. والجزائر كانت تقوم بتمثيل إيران في الولايات المتحدة بحكم أن العلاقات الأمريكية الإيرانية توقفت. دور الجزائر معروف جدا، ولعل اللقاء هو إثباتا لذلك، اعتراب الإيرانيين بالدور الجزائري الفعال. وأعتقد أنه أيضا رسالة واضحة لتعزيز العلاقات في ظل المشروع الصهيوني الذي يستهدف إيران أولا فيما يخص برنامجه النووي والمنطقة الخليجية والمنطقة الشرق الأوسط، ولكن التطورات التي حصلت من التطبيع المغربي الإسرائيلي أيضا أصبحت لها أثر واضح على الجزائر. ولعل أكبر مثال هو تصريح الوزير الصهيوني في المغرب وأمام المغرب، وخلافا لقوانين الأخلاق الدبلوماسية. صحيح. في المغرب صرح بأن على الجزائر أن تبتعد في حضرة وزير الخارجية المغربي. نعم. فبالتالي فهي رسالة واضحة أن الجزائر وإيران يلتقيان في كثير من النقط التشاركية. نعم. وهو كذلك الدكتور حمود صالحي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. دكتور، مشاهدي الكرام، موعدنا الإخباري متواصل، ولكن بعد هذا الفاصل الإشاري.